هلا بالنسبة إلي كصبية طلعت من جو حرب بسوريا، نعم وشفت الظروف اللي مرقنا فيها، قديش في أطفال تيتمت، قديش في أطفال ضاعت من أهاليها، ورغم هيك أمهات بتكون بظروف جدا صعبة وجدا مأساوية وما قادرة تأمن أكلها اليومي، ورغم هيك بس عم ده ظرف تجيب طارئ أطفال ليكي، اثنين لو ما كانش وثلاثة حصل في وأربعة. سوريا ما كنتيش هيبقى ده فكرك تقدري اصلا. تضمنيه؟ ما فيش حاجه لا مضمونه، تقدر هي تضمني، اوريدي ما فيش أنا حاجه أضمن ضمنه دلوقتي إن أنا أحمي على الأقل طفلي اللي بعد كده، انت أحميه من لما الضرر اللي هي بقيتي شايفاه. لأن خلينا دي يا شباب حقيقة حصلت نخليها ليها تكمل انت. وجهة نظرها. عفوا خليها تكمل وجهة نظرها. حسنة اتفضلي هلا انا بس بدي اوضح شيء، انه انا اتفضلي. مو هدفي اقنع حدا بفكرتي ولا هدفي هاجم حدا، انا عم بحكي وجهة نظري كشخص بالظبط فردي وبس. بس انا مو هدفي ابدا انه اقنع حدا بفكرتي. غير هيك بعيدا عن جو سوريا او جو الحرب، حاحكي كامرأة انا ضد فكرة الانجاب بسبب تبعيات الأمومة. حكيت من شوي أنا إنسانة غير قادرة إني مر بفترة الحمل وفترة الأمومة، أنا عندي مسؤوليات كتير كبيرة، عندي عيلة مسؤولة عنها، ما خيار إنه أترك شغلي وأتفرغ لطفل غير متاح بالنسبة إلي نهائياً. عندي طموح كبير حابة أوصله بشغلي، حابة أحققه، بالنسبة إلي الأمومة رح تكون عائق يأخرني كتير. تمام. طيب يعني انت اللي كان بيحركك فكره انه الخوف من الحرب، وقلتي جمله مهمه جدا دلوقتي عايزين نركز عليها، ان انت لا تدعو لهذا الفكر ولكنك مؤمنه بيه. تعالي حضرتك ايه عليها؟ انا شايفه ان الحروب موجوده وهتبقى مستمره. مش الحل ابدا ان انا اشوف ان لا ما نجيبش طفل. يعني مثلا من كام سنه كان في حروب برضو، وفي دول حررتها اوريدي الحروب، وفي ناس طلعوا من الحروب دي بينجزوا وبيشتغلوا وبيتطوروا والعالم كله بيتطرق لهم بيبص عليهم. ففكره الحرب بالنسبه لي مش فكره تخليني ارفض الفكره دي. انا متخيله ان هي لو كانت ظروفها افضل، وكانت ظروف الحرب دي مش موجوده افضل، وكانت ظروفها الاجتماعيه تسمح لها بطفل، ما كانتش هتفكر التفكير ده. بس هي كلامك عن عدم قدرتها على حمل المسؤولية كمان. دي فكرة تانية، دي وتجربة شخصية بحتة. يعني أنا أقدر أتحمل مسؤولية طفل، في غيري ما يقدرش يتحمله، في حين إن في ست تانية ممكن تستحمل مسؤولية خمسة أو ستة. فده فكرها هي، تجربة شخصية ليها هي، في فروق فردية بيننا كلنا طبيعي حتى في التفكير، فده طبيعي فروق بتاعتها. تمام. طيب أستاذة